ما هو البعد السياسي تحديدا لما يجري حول ذلك؟ معنا الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بك معنا. يعني بداية، ما قراءتك لما يجري هذا الرفض الفصائلي الواسع لانعقاد المجلس المركزي؟ لأي درجة من الممكن ان يؤثر على سير انعقاده؟ اعتقد ان ما يجري مهم جدا وخطير جدا ويجب التعامل معه بكل جدية. ما يجري هو استكمال عملية تهميش وتغييب منظمة التحرير بمختلف مؤسساتها. هذه العملية التي بدأت يعني منذ توقيع اتفاق أوسلو، حيث لاحظنا أن السلطة صارت هي الأساس والمنظمة صارت تابعة للسلطة بكل شيء، حتى موازنة المنظمة بنت من موازنة السلطة. وتم التهميش من خلال عدم عقد المجلس الوطني الفلسطيني. يعني منذ أوسلو وحتى الآن لم يعقد المجلس الوطني سوى 3 جلسات فقط، في حين أنه عقد في الفترة السابقة 20 جلسة. يعني كانت تقريبا في كل عام هناك جلسة في السابق، فبالتالي كان المجلس الوطني ومنظمة التحرير تأخذ دورها بعد يعني أوسلو، وخاصة بعد وفاة الرئيس الشهيد ياسر عرفات. تم تهميش منظمة التحرير بشكل كامل بحيث أنها لم تعد مصدر القرار، وبالتالي وصلت المأساة إلى ذروتها عندما اتخذ قرار في المجلس الوطني السابق بتفويض صلاحيات المجلس الوطني كاملة إلى المجلس المركزي، وهذا مخالف للنظام الأساسي، مخالف للمنطق، مخالف لطبيعة المجلس، لأنه مجلس يمثل الشعب الفلسطيني كله، والمجلس المركزي مجرد هيئة وسيطة تقوم بتنفيذ قرارات المجلس الوطني. عندما توضع كل الصلاحيات بيده بدون حتى تغيير النظام الأساسي، يعني بمعنى النظام الأساسي القديم لا يزال قائم، وأعطيت صلاحيات المجلس المركزي كاملة إلى المجلس المركزي، فهذا خطير، ينتهك النظام الأساسي بالكامل، وأصلا مؤسسات المنظمة مهمشة بالكامل، وهذا المجلس يعقد بدون مشاركة فصائل كثيرة، وهناك شعبية وسياسية واسعة، بحيث يؤثر ذلك على حقيقة أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد. أيضا يتم في ظروف سياسية خطيرة، حيث السلام الاقتصادي وتطبيق خطة ترامب بدون ترامب هي السائرة على الأرض، وهذا أن المجلس سيعطي شرعية لتغييرات غير مقبولة في اللجنة التنفيذية وبرئاسة المجلس الوطني بشكل متفرد. للسلام الاقتصادي مع التشدد لفظي يتحدث عن التمسك بقرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني، ولكن مثل ما يقول المثل، أسمع كلامك يعجبني أشوف أمورك أتعجب. نعم، يعني الجبهة الشعبية الفصيل الثاني في منظمة التحرير ربما ليست المرة الأولى التي ترفض فيها انعقاد المجلس المركزي. في عام 2018 أيضا حصل رفض واسع، وكانت أيضا يعني الأسباب مشابهة، من ضمنها تفرد حركة فتح باتخاذ القرارات، وأيضا عدم تنفيذ قرارات سابقة كانت صادرة عن المجلس المركزي. ولكن لأي درجة مثل هذه الخطوات قد تلقى صدى في حركة فتح؟ أعتقد أن حركة فتح حركة يعني وطنية، وهي يعني مفجرة الثورة، وهي قادة الشعب الفلسطيني والثورة ومنظمة التحرير. بالتأكيد أن هذا الأمر له انعكاسات عليها، صحيح أنها انعكاسات لا تؤدي حتى الآن لتصحيح المسار، لتصويب المسار، لإعادة منظمة التحرير إلى مكانتها، ووضع السلطة في مكانها الطبيعي كأداة من أدوات منظمة التحرير، وليس مثل الابنة التي أكلت أمها. هذا أمر بالأخير لن يصح إلى الصحيح، قد ينجح في عقد مجلس مركزي الآن، ولكنه سيكون فاقد للشرعية، فاقد للنصاب السياسي، وهناك معارضة واسعة قد تعبر عن نفسها بتحركات وتجمعات ومؤتمرات، وهذا ما لا يحتاجه الشعب الفلسطيني. نحتاج إلى الوحدة وليس إلى مزيد من التشرذم والانقسام، ولكن الإصرار على عقد هذه الجلسة بشكل غير شرعي وبدون حتى تشاور مع الفصائل الأخرى، رغم أن هناك اتفاقات منذ عام 2005 بضم حماس والجهاد الإسلامي، وهناك قرار بإعادة تشكيل المجلس الوطني من جديد، حتى بالمجلس الوطني السابق اتخذ قرار بتشكيل مجلس وطني جديد، لأنه وفق النظام الأساسي يشكل كل 3 سنوات مجلس
مجلس وطني جديد ويعقد كل سنة مجلس وطني. لاحظي متى عقد المجلس المركزي في آخر مرة؟ في عام 2018. متى عقد المجلس الوطني في آخر مرة؟ في عام 2018. إذن هناك إصرار مستمر على تهميش المؤسسة الفلسطينية وجعلها مجرد منبر للخطابة يعقد كل عدة سنوات، وهيئات استشارية حتى اللجنة التنفيذية لم تعد صاحبة القرار منذ سنوات طويلة، ونلاحظ أن الرئيس لا يحضر معظم اجتماعاتها، وأن ما تقرره هو توصيات يمكن أن يقبل بما يشاء منها ويرفض ما يشاء منها، وبالتالي هذا أضعف المنظمة بشكل كبير ويهدد باندثارها. نعم، وأيضا يعني الوحدة الوطنية أصبحت أيضا بعيدة حتى مع ما يجري الآن في الجزائر من بحث ملف المصالحة بانعقاد المجلس المركزي في هذا التوقيت بهذه الشروط، ربما يثير العديد من التساؤلات. نعم، الإصرار على عقد المجلس المركزي في ذروة الحوار الجزائر هذا يقطع الطريق على أي إمكانية لنجاح هذا الحوار. كان الأجدى تأجيل المجلس إلى حين انتهاء الحوارات والمبادرة الجزائرية، ولكن هناك إصرار على اختطاف منظمة التحرير على استمرار سيرها في طريق وصل إلى الكارثة، وهناك إمعان بالاستمرار في هذا الطريق بدلا من البحث عن طريق آخر يمكن أن ينقذ القضية والأرض والشعب. قراءتك لما هو مقبل؟ ما هو مقبل أن الوضع الفلسطيني يتردى، ولكن المعارضة تكبر، والشعب الفلسطيني في النهاية سيتحرك لفرض إرادته على الجميع. متى لا يستطيع أحد أن يجزم، ولكنه سيتحرك لأن الحاجة أم الاختراع، ولأن ما هو مطروح لا يلبي مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني وإنما مصالح أفراد وشرائح قليلة جدا. أما الأغلبية الساحقة فمتضررة وطنيا وقانونيا ومصلحيا ومعيشيا وعلى كل المستويات والأصعدة. إذن الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.